لبنان وصايروا تعيوا اللهم صل عليك يا رسول الله. أهلا بكم مشاهدين الكرام، سعيدة بلقيكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذا أبرز عنوانها. شوفوا شنو قع بسبب العاصفة الهوجاء برنارد. قبل الخوض في هذه التفاصيل الإخبارية، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة لتتوصلوا بجديد الأخبار إليكم. التفاصيل: تسببت الرياح العاتية بالمغرب في خسائر مادية كبيرة على الطريق السريع بين الصويرة وأسفي، وكذلك طريق السيارة الدار البيضاء مراكش. العاصفة الأطلسية الهوجاء برنارد تصل إلى المغرب بسرعة تصل إلى 110 كيلومتر في الساعة، مصحوبة بأمطار قوية وتطاير للغبار. المناطق الأكثر عرضة للخطر: أسفي، الجديدة، الصويرة، سيدي بنور، شيشاوة، حيث أسفرت عن اصطدام عدد من السيارات مع بعضها بسبب انعدام الرؤية. مقاطع فيديو تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي أظهرت قوة الرياح وهي تقتلع واجهات المحلات وأعمدة الكهرباء وترسل قطعا معدنية تتطاير. شكرا جزيلا على حسن المتابعة، دمتم في أمان الله.